بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. طبعا استكمالا لموضوعنا فيما يخص تحليل دارات إلكترونية، واستكمالا للفيديو السابق كيف نشتق نموذج الدارة المصغرة في هذه الحالة، طبعا نود هنا طبعا أن نحل مثالا عليها. عندي هنا، لاحظ هنا عندي في بي إي، لاحظ أني بهذا الشكل مربوطة مع الترانزستور. طبعا يقول لي الاي اس هو 3 × 10 وصار 16 امبير. يقول لي بان البيتا هي عباره عن 100، ويقول لي اف في ايكوال 0، في 1 ايكوال 0، اي لا وجود لاشاره مطبقه. طبعا والكيو 1 هنا الترانزستور اوبريتس ان اكتيف مودز. يقول لي حلل هذه الداره، يعني ضمن الداره المعقوله. لاحظ هنا كيف سيتم حلها. طبعا هم معطين بان الفي سي سي يساوي 1.8 فولت، معطيني ان الفي بي اي يساوي 800 ملي فولت. مباشرة الاي سي هو عبارة عن الاي اس اكسبوننت في بي اي على في بي على في تي. لاحظ الاي اس اعطانا يا السؤال 3 × 10 بالسالب 16 اي 800 ملي فولت على 26 ملي فولت. دائما الفي تي درجة حرارة الغرفة، الجهد الحراري هو 26 ملي فولت. غالبا ما نفرض بانه بهذه الصورة، نصمم يعني الدارات الكهربية على افتراض بانه 26 ملي فولت. اي تغير في هذه الحالة قد يغير من آلية عمل الجهاز الالكتروني، سواء كان موبايل او لابتوب. ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على عمله. طبعا اذا هنا اعطانا طبعا التيار كما تلاحظ 6.92 ملي امب هو هذا التيار الذي تولد عندنا. إذا الـ IC عندنا 6.92 ملي أمب. الآن الـ GM كما تحدثنا أيضا سابقا هي عبارة عن الـ IC على الـ VT. الـ VT الحمد لله ثابتة. لاحظ كيف أن لاحظ الـ IC معادلتها دائما ثابتة في هذه الحالة. لاحظ الـ VT أيضا ثابت، يسهل علينا جدا حل مثل هذه الأسئلة. 6.92 ملي أمب على 26 ملي فولت، وتساوي 1/3.75 أوم. ارتأيت أنك أو ارتأينا أنك نتركها بهذا الشكل حتى تكون أسهل جدا، عند أسهل بكثير عند التعويض في المعادلات اللاحقة بحول الله. إذا الـ GM هي 1/3.75 أوم، التي تساوي على ما أعتقد 0.26% على أوم. إذا الله كما تحدثنا في الفيديو السابق، الـ R باي هي عبارة عن بيتا على GM. R باي بيتا هي 100، الـ GM على يعني 100 على 1/3.75 تصعد 3.75 ضرب 100 يعطيني 375 أوم. هذا الـ R باي عندي في هذه الصورة. طبعا عندي الآن أنا حللت طبعا كل المطلوب هنا. واحد هنا حللت، أوجدت الـ GM وأوجدت الـ R باي المقاومة. طبعا هنا طبعا سهلت علي جدا، يعني انتهينا منها. الآن يقول لي في النقطة B أو B إذا أصدر مكبر صوت شارب مقدار 1 ملي فولت، لو فرضنا أنها كانت مربوطة مع مكبر صوت وأصدر إشارة مقدارها 1 ملي فولت، كم سيكون التغير الملحوظ في تيار قاعدة الباعث طبعا بي سي. طبعا هنا كما تحدثنا سابقا هذا هو النموذج اللي سوف نبنيه الآن للدارة. هذا الآن استبدلناه بنموذج الدارة، أصبحت الـ R باي وعندنا الـ V باي هنا، وهنا عندنا الـ GM. طبعا الـ GM طبعا أصبح مصدر تيار مستقل في هذه الحالة. إذا V باي في هذه الحالة تصبح هي الـ V واحد، في باي هي الـ V واحد. إذا دلتا الـ IC هي عبارة عن GM في V واحد. GM هي 1/3.75 ضرب الـ V واحد، 1 ملي فولت كما أعطاني إياها السؤال، وتساوي لاحظ 267 ملي أمب أو 267 مايكرو أمب، صح أن تقول. طبعا 267 بالألف ملي أمب، أنا أفضل أن أكتبها 267 مايكرو أمب في هذه الحالة.
إذا دلتا الاي بي، هنا دلتا الاي بي هي المهمة عندنا. دلتا الاي بي هي عبارة عن في واحد على ار باي. ار باي تعرفنا عليها في المطلوب الأول. إذا 1 مللي فولت على 375 هي 2.67 مايكرو أمب. لاحظ 267 مايكرو أمب. إذا دلتا الآي سي الذي هو أيضا يساوي دلتا الآي سي على بيتا. دلتا الآي سي على بيتا لو أنت حللتها يعطيك نفس أو نفس هذا المقدار وفقا للفرضية هنا. هنا تعطيك نفس المقدار. طبعا ملحوظة أخيرة، الجي إم دائما أكبر بكثير من واحد. الجي إم دائما أكبر بكثير في الوقت من واحد عند تحليلنا للذرات الإلكترونية وعند تصميمنا للذرات الإلكترونية. دائما الجي إم يجب أن نضع بالحسبان بأنها أكبر بكثير من واحد. طبعا هنا هذا ما يهمني أنا في السؤال، يهمني أن تكون تعرفت على هذه الخطوات. لاحظ بداية فرضنا أنه لا وجود لإشارة، طبقنا فرق جهد عند نقاط معينة، من خلال تطبيقنا فرق جهد معين قسنا التغير في التيار الذي يحصل وبناء عليه عممنا النتيجة. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخلوا علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم مرة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.